معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، ويوم حضرتك سعيد. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل يعني الناس. تطمنينا كده على حالة الجو النهاردة، أخبارها إيه؟ وخصوصا النهاردة يعني يوم للخروجات والاستمتاع بقضاء وقت سعيد، سواء بقى خارج البيت أو في تجمعات أسرية، وبالتالي في ناس هتنقل من مكان لمكان يخرجوا وهم مطمنين والأجواء لطيفة، ولا إيه الأخبار؟ طبعا الحمد لله، ان شاء الله نقدر نقضي اجازه سعيده واجازه ما فيهاش اي تقلبات جويه، لان احنا الحمد لله في استقرار تام في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، كمان في ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره، فده هيخلينا نحس بالدفء بشكل كبير خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه. احنا اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 23 درجه مئويه، ده اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 4 درجات. أشعة الشمس الموجودة خلال فترة النهار هتحسسنا أكثر كمان بالدفء، فالأجواء دافية بشكل كبير ومستقرة بشكل كبير خلال فترة النهار، لكن العكس بيحصل طبعا خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس اللي هي المصدر الأساسي للتدفئة، بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، دي الأوقات اللي بيحصل فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، لأن الأوقات دي اللي بنسجل فيها أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله. فبالتالي أجواء فترة الليل هتظل أجواء شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة وقت الفجر أو وقت الصباح الباكر. ويمكن الشبورة المائية موجودة اليوم، شبورة مائية ضبابية وصلت لحد الضباب في بعض الأماكن، إن شاء الله ساعة بالكثير الشبورة المائية هتبدأ تتلاشى من على أغلب الطرق، وخاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومع تقدم ساعات النهار مش هيكون في أي تأثير للشبورة المائية. حالة الملاحة البحرية كمان على البحرين الأحمر والمتوسط اليوم معتدلة تماما، فبالتالي نقدر نستمتع بالأجواء، لأن احنا بدأنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة، الارتفاع ده مكمل معانا ليوم الحد اللي جاي إن شاء الله، يعني احنا عندنا استقرار في الأحوال الجوية، ارتفاعات قيم درجات الحرارة مكملة معانا لحد يوم الحد، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 25 درجة مئوية فترة النهار وأجواء مستقرة. لكن مع يوم الاثنين اللي جاي بإذن الله، وإحنا نوهنا في نشراتنا إن هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل 5 لـ6 درجات، لأن درجات الحرارة هتكون يوم الحد 25، يوم الاثنين هتوصل لـ19 و20 درجة مئوية، فبالتالي هيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. مع الانخفاض ده هيكون في نشاط للرياح يحسسنا أكثر بالبرودة أو انخفاض قيم درجات الحرارة، وطبعا هيكون في أمطار متفاوتة الشدة، وده بفعل المنخفضات الجوية اللي هتأثر علينا من يوم الاثنين اللي جاي. هننصح بس كل السادة المشاهدين نخلي بالنا من نوعية الملابس، بلاش نخفف الملابس واحنا خارجين، خلينا في الملابس الشتوية وتكون شتوية ثقيلة فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، والقيادة تكون بهدوء تام أثناء وجود الشبورة المائية وبحذر شديد. طيب التوقعات بخصوص درجات الحرارة كلمنا عنها، توقعات سقوط الأمطار مكملة معانا لحد يوم ايه؟ احنا لحد يوم الحد اللي جاي ان شاء الله مفيش اي فرص لسقوط الامطار، لحد يوم الحد مفيش اي فرص لسقوط الامطار في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، حتى اللي موجوده معانا يوم الحد هتبقى في اقصى الغرب، في اقصى غرب البلاد ملهاش اي تاثير، لكن التاثير الفعلي للامطار هيكون من يوم الاثنين ان شاء الله، لان يوم الاثنين هيبقى في منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وهيكون كمان في منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، فكميات الامطار هتبقى موجوده بشكل كبير يوم الاثنين على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط اللي هي المحافظات الساحليه مطروح، اسكندريه. دكتوره منار، دي امطار عاديه ولا في نوات المحافظات الساحليه تستعد ليها؟ هو احنا الفتره دي هي فتره 19 ل 22 ده ميعاد نوه الغطاس، لكن فتره الامطار مش في ميعاد النوه، لكن احنا بنتكلم ان الامطار هتبقى امطار فوق المتوسط، فلازم المحافظات طبعا تستعد للامطار، لان الامطار الساحليه او الامطار اللي هتبقى موجوده في المحافظات الساحليه من مطروح لحد شمال سيناء، اغلب المحافظات اللي على البحر المتوسط امطارها مش قليله، يعني امطار متوسطه وممكن تفوق في بعض الايام الامطار المتوسطه، فاكيد طبعا المحافظات الساحليه تستعد للامطار، كمان بعض المحافظات الداخليه اللي هي محافظات الوجه البحري ايضا هيكون عليها امطار يوم الثلاث اكثر كمان من يوم الاثنين، فلازم طبعا المحافظات من شمال البلاد الساحليه والوجه البحري تستعد لكميات الامطار، لكن احنا برضو بناكد ان لسه قدامنا 3 أو 4 ايام على تساقط الامطار،
ناخد بالنا بس وناخد حذرنا ونتابع النشرات الجوية عشان لو حصل تغيير. يعني الحقيقة دكتورة منار بيتابعوها معنا بشكل قوي جدا في يوم سعيد مشاهدينا. وامبارح بعد الحلقة جالي صور من الساحل الشمالي ومن أصدقاء كتير في محافظات ساحلية بيقولوا لي الجو عندنا مشمس وجميل، وبما أننا في أجازة نص سنة فبرضو بنقول بقى للناس اللي ممكن تسافر لأهلها في محافظات ساحلية أو يروحوا يستمتعوا بويك إند هناك ممكن ينطلقوا ويروحوا يعني. ده خبر سعيد برضو بالظبط. لازم نبشر بيه كل. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على وجود حضرتك معنا.